أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في إقليم دونباس، حيث تدور معارك بين القوات الأوكرانية وانفصاليين تدعمهم موسكو. وأضاف الرئيس الأوكراني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد رغبته في عقد لقاء معه، مضيفا أنه سيجري التواصل مع الكرملين لتحديد مكان وموعد اللقاء. ميدانيا، أفادت مصادر عسكرية لموفد العرب إلى أقليم دونيتسك أن الاشتباكات بين الانفصاليين والجيش الأوكراني مستمرة على طول خط وقف إطلاق النار. وللحديث أكثر حول آخر التطورات وهذا التصعيد والتوتر الأوكراني الروسي، ينضم إلينا من كراما تورسك في أوكرانيا مراسلنا صابر أيوب. أهلا بك صابر. إذن آخر تطورات المشهد الميداني والسياسي في ظل هذا التوتر الذي على ما يبدو ينحسر حينا ويزداد حينا أخرى. بالفعل هكذا هو المشهد هنا في كراماتورسك، هذه المدينة الواقعة على خطوط القتال. خطوط القتال بعيدة من هنا بعض الكيلومترات فقط، يجري هناك قتال متقطع، لم تسقط أرواح في الحقيقة، لكنه بدأ يطال بالفعل أحياء المدنيين، وهذا الأمر المقلق بالنسبة للسلطات الأوكرانية. لذلك الرئيس الأوكراني يعبر عن أمله في أن يلتقي أو يجتمع بالرئيس بوتين من أجل بحث هذا الملف، ملف إقليم دونباس الذي يسيطر عليه متمردون موالون لموسكو. لذلك لجأت سلطات دونيتسك إلى هذا المنفى، إلى هذه المدينة، وتتخذ منها الآن موقعا لها من أجل أو ربما في انتظار أن يستعيد الجيش الأوكراني بقية المناطق التي يسيطر عليها انفصاليون. الرئيس الأوكراني أيضا وبمناسبة أو في ذكرى إحياء الذكرى 35 لكارثة تشيرنوبيل النووية، عبر عن أمله في أن لا تصبح هذه المنطقة، منطقة دونباس التي نتواجد بها نحن الآن، منطقة محظورة كما هو الحال مع منطقة تشيرنوبيل ب30 كيلومتر التي هي منطقة إشعاع نووي لا يستطيع البشر أن يسكنونها على الأقل ل20,000 سنة. الرئيس الأوكراني قال يجب أن نحل هذه المشكلة، وعبر عن أمله في أن يحدث ذلك في عيد الفصح المقبل في 2 مايو، عيد الفصح الأرثوذكسي، وحتى لا تكون هذه المنطقة أيضا محظورة على الأوكرانيين وتضمها روسيا مثلما حدث في جزيرة القرم، وتصبح بذلك أوكرانيا خسرت منطقة تشيرنوبيل لا أحد يسكنها وهذه المنطقة أيضا. وبهذه المناسبة أيضا أعددنا هذا التقرير الحصري للتلفزيون العربي من داخل منطقة الحظر النووي في تشيرنوبيل التي ما زالت بالإضافة إلى إقليم دونباس تسمم العلاقات بين روسيا وأوكرانيا. آخر تحية مدرسية للرموز السوفيتية. في اليوم التالي لم تقرع إلا أجراس الإنذار. رحل البشر منذ 35 عاما. تعبث الريح المسمومة بكراسات درس الموسيقى تعزف في فراغ موحش لحنا مخيفا قد يطول. ولا أمل في عودة الطلاب إلى فصول الدراسة، ليس قبل 20,000 عام على أقل تقدير. إنها كارثة تشيرنوبيل. بريبيات، مدينة الأشباح، هنا عاش أكثر من 50,000 شخص، معظمهم من عمال المحطة النووية الرهيبة. مدينة رفاهية أرادها السوفيات أن تكون نموذجية لحياة تتوافق مع مفاهيم الاشتراكية. هذا هو المبنى الذي نفث سمومه المشعة على العالم، ردم تحت كتل خرسانية ومعادن مضادة للصدأ، ومع ذلك سيأكلها الزمن واليورانيوم المشع. بعد 100 عام ينصح المهندسون بتجديد تابوت المفاعل الذي دفن حيا ما زال يتنفس. تنفس الناس الموت لعدة أيام، إشعاعات تفوق سموم قنبلتي ناغازاكي وهيروشيما 400 مرة. عندما تقرر ترحيلهم من مساكنهم كان السم قد سكنهم.
الحروب كان مرعبا وفوضويا من وحش صنعه الإنسان، لا يرى بالعين، لا رائحة له، لكنه هنا. أهكذا يبدو العالم عندما يختفي البشر فجأة؟ هل تموت المدن أيضا من أجل متعة رعب يقبل مغامرون جرعة سموم نووية قد تمتصها أجسادهم؟ نسج بعضهم قصصا مخيفة عن أرواح شاردة مثل ذرات اليورانيوم تسبح في الفراغ، دمى غاضبة تتنكر وتغير أمكنتها، لم تجد حضنا فأصبحت شريرة. وحيوانات أليفة تركها الهاربون تناسلت مشوهة، بعضها برأسين وأخرى نبتت أرجلها على رؤوسها. أما نساء تشيرنوبيل الحوامل فقد اضطر معظمهن إلى الإجهاض. آلام الضحايا يعالجها الزمن، كثيرون منهم رحلوا إلى الأبد، لكن ذكرى الكارثة النووية الأبشع في التاريخ لم تمحى. تزامنت هذا العام مع مخاوف حرب تلوح في الأفق بين أوكرانيا المطالبة بتعويضات وروسيا وريثة الاتحاد السوفيتي. صبر أيوب، العربي، تشيرنوبيل. من تشيرنوبيل.